السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمجموعه رقم 1 ومجموعه رقم 2، استخاره بالقران الكريم، وان شاء الله باذن الله تكون طاقه ايجابيه. تاريخ الفيديو بتاعكم 19 يوليو 2022، ده التاريخ بتاعكم، التاريخ بس علشان مصداقيه قناتكم، اما قراءتكم عامه ومفتوحه، وان شاء الله باذن الله تكون استخاره جميله زي كل مره. طيب، اصحاب مجموعه رقم 1 هي حرف الالف، حرف الباء، حرف التاء، حرف الساء، حرف الجيم، الحاء، الخاء، الدال، الزال، الراء، الزين، السين، الشين، الصاد، الضاد. هم اصحاب مجموعه رقم 1، اصحاب الشمعه الزرقاء. هنركن مجموعه رقم 2 دلوقتي، وهنشوف مع بعض مجموعه رقم 1 اصحاب الشمعه الزرقاء. تاريخ الفيديو زي ما قلت 19 يوليو 19/7. هنشوف دلوقتي ايه الصورة. انزلوا باللايك وبالتعليق الجميل ونقول بسم الله. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله، سورة الصفاء، الصفاء. طيب بسم الله، هنقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ان انتوا الفترة دي هتكونوا في فترة تغيير، في فترة امور جديدة على حياتكم. في حاجة تخصكم انتوا، بس شايفة شوية او حبة دموع جوه عينيكم. الدموع دي بخصوص الفرحة او بخصوص ان انتوا بتقولوا الفرحة بقالها مدة غايبة عننا. الفرحة بقالها مدة، يعني احنا حيرانين او خايفين، في امور معاكسه معاكم الفتره دي، في امور انتم مستنيينها فمش عارفين تبداوا ازاي، في حاجات بتحاولوا تحققوها فبترجعوا لورا، الله اعلم. وكمان انتم هنا متعصبين جدا او واخدين على خاطركم شويه. طيب، من بعد وخدان الخاطر اللي انتم عندكم ده، اقدر اقول لكم ان انتم هترقصوا وهتفرحوا قوي. عندكم رقصه أو رقص، يعني عندكم مناسبة حلوة جدا، هتكونوا مبسوطين جدا. بس ما تخلوش أي حد يتدخل في حياتكم، مهما يكون الحد ده، مهما يكون، ما تسمحولهوش إن هو يتدخل في حياتكم أبدا. ليه؟ علشان اللي بيتدخل في حياتكم ده بيكون مستني حاجة. وزي ما قلت إن أنتوا عندكم أكتر من فرصة هتكون مفتوحة قدامكم لتجديد أمور على وشأ التجديد، أو على أمور على أنتوا عايزينها، أو حاجات أنتوا مستنيينها. شوفوا أنتوا مستنيين إيه، أو أنتوا عايزين إيه، أنتوا اللي هتقرروا. في حزن، الحزن الفترة دي بس هتعدي على خير بإذن الله. أنتوا عايزين تنفصلوا عن الشريك، أو مستنيين حاجة تخص العاطفة. هو في رجوع عندكم، في بشرة خير. طيب، انتوا هتفضلوا لحد امتى تعيطوا قبل النوم؟ هتفضلوا لحد امتى شايلين هم الدنيا على كتفكم؟ باذن الله هتتحل، وكل حاجه صعبه ربنا هيسهلها في طريقكم. ليه؟ علشان انتوا عندكم تغيير لمجرى حياتكم كلها. بس انتوا اللي بتفكروا في السلبيات، وطول ما انتوا بتفكروا في السلبيات هتلاقوا زعل على طول. لا، عندكم حلم هيتحقق، وهيبقى فيه مكاسب حلوه، وهتبداوا ان انتوا تحسنوا كل الاضواء، او كل بتستغلوا كل الفرص اللي ضاعت منكم، او كل الناس اللي كانت بتاذي فيكم، الغدر اللي وقع عليكم مع ناس كتيره جدا. في حاجات انتوا بتسعوا لان انتوا تحققوها اكتر من باب، فعلا دقيتوه وحان الوقت ان هو يتفتح. بس في حاجه، يعني ممكن تكون هي في نقطه سوداء. النقطه السوداء دي لاما انتوا جوه قلبكم، يعني من اللي انتوا شايفينه، لاما حد اتجاهكم، حد كده منافق، حد ما بيحبش غير نفسه، شخص فعلا يعني بيحبش يخل حد بشكل سريع او بشكل كبير جدا. بس انتوا عندكم تيسير، وفي مفاجاه، وفي طاقه ايجابيه بخصوص امور انتوا عمالين تفكروا فيها حاليا. البعض منكم عنده استعداد يستغنى عن اي حد مؤثر عليه، البعض منكم عنده استعداد ان هو يمشي ويبعد عن اي حد مسبب له حتى ضغط نفسي. ليه؟ علشان انتوا ما بتحبوش النفاق،
انتوا واضحين جدا في التعامل مع الناس، بس مفيش حد واضح في التعامل معاكم، وعشان كده انتوا فعلا حرفيا بتخرجوا ناس كتيرة جدا من حياتكم بشكل سريع، وبتقولوا لهم انتوا ما تستاهلوش تكونوا في حياتنا، وعندكم اعمال ضاعت منكم هتحاولوا ترجعوها تاني، او ازدهار. الازدهار ده هيكون مثل الورود، وهتكونوا مبسوطين بالاشياء الجديدة اللي انتوا بتعملوها. انتوا بتقولوا ان مفيش حاجة، حاجة بتتم عندنا دايما طاقة سلبية ودايما اذى، ده اكبر غلط. انتوا كمان عندكم اعادة لحساباتكم، ان انتوا دايما بتدوا اكتر ما بتاخدوا، يعني ممكن تدوا الشخص اللي قدامكم كل السعادة، تكتبوا له كل حاجة باسمه، وفي الاخر انتوا اللي بتزعلوا وانتوا اللي بتندموا. فالفترة دي بدأتوا تفكروا بالعقل، وبدأتوا ترفضوا اي تعامل بالقلب مهما كان الموضوع او مهما كانت التجربة، بدأتوا ترفضوا خالص فعلا اي حاجة تتعامل بالقلب. ليه؟ علشان بتقولوا القلب وقعنا في حاجات كتيرة جدا. العقل بيدينا طاقة إيجابية، وفي نفس الوقت بيخلينا نفكر في حياة أفضل، أما القلب لو اتحكم في حياتكم انتوا اللي بتتعبوا، وما تخلوش قلبكم هو اللي يتحكم، لا خلوا العقل هو اللي بيتحكم في حياتكم. في كمان هنا يعني علاقة مع برج الثور، انتوا يعني ممكن تكون في علاقة تخص برج الثور، او لا اما انتوا بتحبوا برج الثور، لا اما برج الثور بيحبكم، او في عندكم صديق من حد من اما من برج الثور لا اما من برج العذراء. في ميزة تخص البرجين دول، من حد بيتعامل معاكم منهم، انتوا حابين التعامل او حابين ان يكون في تعامل بينكم، فان شاء الله باذن الله لا اما في برج عذراء هيرجع لكم، لا اما في برج ثور هيرجع لكم وهيرجع لحياتكم، وهيكون في تميز حلو. ليه؟ علشان انتوا على وشك ان انتوا تخرجوا نفسكم من اي امور معاكسه، على وشك ان انتوا تشوفوا يعني تشوفوا حياتكم بشكل جديد. انتوا في ناس هنا قفلتوا منها قفله نهائيه، يعني اللي هو في ناس فعلا حرفيا عندكم لو في ايدهم نور لحياتكم، انتوا مستحيل ان انتوا يعني ايه تتكلموا معاهم، او بمعنى صح مستحيل ان انتوا تفتحوا معاهم اي حاجه، وبتتجنبوا بقدر المستطاع النقاش معاهم، علشان حاسين قد ايه ان هم اشخاص مش لذاذ زي ما مفكرين. كمان عندكم تقلب المزاج، كل ساعه بحال، كل دقيقه بحال، كل وقت بحال، رغم ان انتوا لما بتصمموا على حاجة بتعملوها، ورغم ان انتوا مفيش حاجة اسمها تخلى عن الهدف بتاعي او المشكلة بتاعتي، بس يعني بتعندوا بعناد طفل، بتعندوا بعناد طفل فعلا، بتعندوا بعناد اللي انتوا عايزين الحاجة دلوقتي، مالكمش دعوة بأي حاجة، الحاجة بتاعتكم عايزينها تتم، صح ولا غلط؟ طيب، جوه قلبكم حنية وحب لكل الناس اللي حواليكم، بس مش لا مش يعني مش عارفين تعملوا ايه، او مش عارفين بمعنى اصح يتعاملوا ازاي مع الناس اللي حواليكم، واغلب الوقت ساكتين. في قلب البيت، في قلب بيتكم في مشاكل تخص حد، في حد دايما متعمد ان هو يعمل مشاكل، وطبعا انتم مش عاجبكم الحل ده خالص. دايما اقول امسكوا على ايدكم شويه، علشان الفلوس متبخره عندكم بشكل كبير. وكمان عندكم حد دايما بيبقى شاطر جدا ان هو يبين العكس، يعني لو هو وحش بيبين ان هو كويس، ولو هو كويس بيبين ان هو وحش، والحد ده انتوا عارفينه كويس جدا، وعارفين ان هو ده طبيعته، بس هو دايما كده بتلاقوه متقلب المزاج. اليومين دول في شوية شد مع الشريك، الشريك حرفيا مضغوط، فبلاش تظلموه، الشريك حرفيا حاسس ان هو في حاجة غلط بتحصل معاه، وانتو مش هقولكم ان انتو مش حاسين، انتو برضو عايزين اللي يحس بيكم، فلو انتو جايين على الشريك حاولوا تهدوا شوية، انتو بقالكم فترة بتحسوا بألم زي ما ذكرت لكم، وده بسبب الحسد وبسبب الطاقة اللي انتو ملازماكم. وما تخلوش اي حد تكونوا قاعدين في قعدة أو في مكان أو في إذا كان اجتماع أو إذا كانت مواجهة وحد يستفزكم، علشان أنتوا لما حد بيستفزكم بتردوا على طول، لا الفترة دي أنا بقول لكم اسكتوا شوية، مش هتسكتوا عن ظلم أو عن كلام سلبي، لا
اسمعوا اكتر ما بتتكلموا. شوفوا الشخص اللي قدامكم هيقول لكم ايه، شوفوا الشخص اللي قدامكم هيعمل ايه، او هيفضل يستفزكم لحد امتى. يا هل ترى لحد ما تتكلموا عن الحاجة اللي هو عايز يعرفها بس هيجيبها بذكاء، ولا عن الحاجة اللي هو يعني نفسه ان هو يظهركم، يعني يقول اهو ما هو. خلوا بالكم يعني، بلاش ان انتوا تستجيبوا بسرعة مع الشخص اللي قدامكم اللي بيستفزكم في دوخة، وبتحس ان الدنيا عمالة تدور قدامكم، وده بسبب اهمال لفترة الراحة بتاعتكم. فاديني بقول لكم خلوا بالكم، من وقت للتاني الضغط عندكم بيكون مرتفع او منخفض، وده بسبب ان انتوا متحملين فوق الطاقة بتاعتكم. التعب النفسي ده نتيجة ان انتوا شايلين اكتر من طاقة، وشايلين اكتر من مسؤوليات فوق دماغكم، وعشان كده مأثرة عليكم في اكتر من حاجة. وبلاش التفكير اللي طول الوقت عمالين تفكروا فيه، التفكير السلبي. انتوا واضحين جدا في التعامل، ورغم كده عندكم تفاؤل في المستقبل، وهيكون في تواصل حلو، وهيكون في امور هتقضوها على خير بإذن الله. انتوا حاليا على وشك ان انتوا تمتلكوا الحاجة اللي ناقصة عندكم، وعلى وشك ان انتوا هتفعلوا اكتر من حاجة لطيفة جدا ان شاء الله بإذن الله. طيب في مغامرة هتعيشوها مع بعض الاصدقاء، او مغامرة هيكون فيها كده تضحية، وانتوا هتكونوا على وشك ان انتوا هتضحوا من اجل ان انتوا تسعدوا نفسكم. انتوا ما بتخافوش من عبد، بس بتخافوا جدا من ربنا، وعشان كده دايما ما بتفعلوش حاجة تغضب ربنا عنكم، ولو في حاجة حصلت عندكم من غير قصد دايما بتعودوا لربنا وبترجعوا وبتقولوا يا رب سامحنا. صح الكلام ده ولا مش صح؟ في ناس كلتوا معاها عيش وملح ونسيت العيش والملح اللي كلوه وطعنوا فيكم، بس انتوا ما فرقش معاكم، وقلتوا خلاص كل واحد في الوقت المناسب بيبان على حياته. عارفين اجمل ما فيكم ايه؟ اجمل ما فيكم ان انتوا في حر بتفهموا الاوضاع وبتقدروا اللي قدامكم جدا، دي فعلا حقيقة فيكم، بتقدروا الشخص اللي قدامكم، ولو حد جه اعتذر لكم في مثلا في حاجة خلاص بتمشوا كده. بس بكل واحد بتديله حجم معين، في واحد بتديه فرصة واثنين وثلاثة، وفي واحد بتديه فرصة واحدة، وفي حد بتديه فرصتين. كل حاجة بيحكمها الشخص اللي قدامكم. يعني لو كانت مشكلة كبيرة فانتوا بيبقى ليه، يعني كل شخص في حياتكم ليه مخزن معين او ليه خزين معين، ومن بعد كده انتوا بتبدأوا تاخدوا القرارات بتاعتكم، بتبدأوا تشوفوا انتوا هتتعاملوا ازاي وايه اللي هيبقى فيه عندكم. كمان انتوا هنا عندكم فرج بنسبة كبيرة جدا، والفرج ده هيجيب لكم خبر صالح في الامور بتاعتكم، وان شاء الله بإذن الله هيزول الهم. بس دايما اقول احذروا من طيبتكم الزايدة، علشان هي اللي بتأذيكم، هي اللي توقعكم في الناس الغلط اللي متعرضين دايما ان هي تتعبكم نفسيا. كمان انتوا عندكم نصرة قوية، والنصرة القوية دي هتخليكم ترموا اعدائكم ورا ظهركم، وهتخلوهم يرجعوا لكم تاني ويحاولوا ان هم ياخدوا رضاكم، بس انتوا مش هتبقوا خلاص، هتبقوا مش عايزينهم، وفعلا هتقفلوا الباب في وشهم زي ما هم قفلوه في وشكم. كمان انتوا هنا هتكونوا متعمدين الفترة دي ان انتوا تستغلوا الشخص اللي في حياتكم، علشان خاطر هتشوفوا الشخص ده ناولكم على ايه، الشخص ده عايز منكم ايه، الشخص ده بيفكر فيكم ازاي. هيكونوا فعلا في تعمد ليكم انتوا، ان انتوا تعرفوا الشخص اللي قدامكم ميته ايه، او هيفضل كده لحد امتى. وزي ما قلت لكم ما تختلطوش بالناس اللي هي سبب النكد بتاعكم، او ما تختلطوش بنسبة كبيرة مع الناس اللي هم طول الوقت ما بيحبوش غير نفسهم. انتوا دايما بتتورطوا في حاجات بتأذيكم، خلوا بالكم، بتتورطوا ان انتوا يعني تيجوا على نفسكم من مصلحة الشخص التاني، بس دايما مزاجكم عالي، دايما مميزين جدا، ودايما كل الاشخاص مجرد ما بتدخل بتعرفكم انتوا على ايه. ليه؟ عشان في قعدتكم مميزين، في ضحكتكم مميزين، ما بتقولوش الكلام غير بحكمة، ما بتتعاملوش غير دايما ماشيين بالحكم، او دايما كده بتحبوا فعلا ان انتوا تبانوا ان انتوا مميزين،
وده بالفعل ده حقيقة فيكم، بس مفيش حد فهمكم كده. انتوا بتدوروا على الصديق المخلص، بتدوروا ان انتوا يعني تفعلوا خير كتير، يعني انتوا اصلا بتفعلوا خير كتير وما بتحبوش الشر، يعني ما بتحبوش تساعدوا حد كده. ممكن يعني ممكن يجي حد يقول لكم احنا عايزين نأذي فلان، انتوا طبعا ممكن تقطعوا علاقتكم مع الشخص ده، ما بتحبوش الأذى، بس في علاقة غامضة عندكم، والعلاقة الغامضة دي من أصعب الشخصيات اللي انتوا بتتعاملوا معاها. شخصية صعبة، شخصية متقلبة المزاج، بتضحك في وشكم وهي أو هو شخص غامض، وانتوا دايما بتبينوا العكس. انتوا ممكن تكونوا شايلين هم الدنيا والقلب عمال ينزف نزيف كده، وانتوا تبينوا ان انتوا بتضحكوا. عندكم كمية صبر رهيبة الفترة دي، لكن الوقت ده مناسب جدا ان انتوا تبدأوا تعكسوا وتبدأوا تشوفوا النجاح اللي قدامكم وتمضوا عليه في فرحة كبيرة. ورغم كده انتم مفوضين امركم لله وبتقولوا يا رب احنا ملناش حاجة او ملناش اي حد غيرك. فالفترة دي انتوا بحاجة للقوة والسيطرة على نفسكم وعلى العصبية وعلى المجهود اللي انتوا عمالين تبذلوا فيه في حياتكم. ومهما تكون ان الفترة دي فترة صعبة وبتمروا بضغوط حاليا، لكن ممكن تكون الضغوط دي بسبب دراسة او بسبب عمل انتوا عايزين تعملوه، لكن بإذن الله فرحتكم هتتم على خير والاستكمال بتاعكم هيكون حلو جدا. ليه؟ علشان انتوا هتلاقوا الناس المناسبة اللي فعلا هيكون قدركم ان انتوا تعيشوا معاهم، وده طبعا هيكون خير جدا من عند ربنا. وزي ما قلت انتوا بتكرهوا الكذب والنفاق والخداع، وبتحبوا جدا الشخص اللي قدامكم يكون بريء في ردة فعله ويكون بيتعامل بما يرضي الله، علشان انتوا عندكم كشف الكذب زي ما بيقولوا، انتوا اصلا جهاز لكشف الكذب، مميزين جدا. بس مشكلتكم ان انتوا يعني كده في حاجة غلط جوه قلبكم، ولما بينفس صبركم ما بتتعاملوش بعقل، انتوا بتتعاملوا بشكل مختلف، يعني بتحسوا انتوا ما عندكمش عقل اصلا، بتتعاملوا كده وخلاص. من وقت للتاني بتحسوا بالوحدة، لكن في رزق قريب منكم، والرزق ده هيكون من بعد الضيق اللي انتوا حاليا مريتوا بيه. الايام اللي جاية هيكون في فلوس جاية لكم، وهيكون في اخبار سارة، وزي ما قلت الاضواء هتكون متسلطة عليكم، وده بيدل ان انتوا عندكم روقان وعندكم بشرة هانت جدا على وشأ تدخل حياتكم. وبمجرد ما هتدخل حياتكم هيبقى في تعويضات حلوة، هيبقى في خطوة هتثبتوها. انتوا خلاص قربتوا تعملوا حاجات كتيرة مختلفة، لكن انتوا اذكياء جدا، اذكياء بمعنى كبيرة او بمعنى حلوة او بمعنى سريعة، ودايما مميزين باكتر من كشف حقيقة او باكتر من طريق في حياتكم. وفي كمان هنا دقة في التفاصيل، وهتحطوا عنوان جديد لحياتكم. ليه؟ علشان الأخبار السارة على وشأ يعني الأخبار السارة على وشأ دخول حياتكم، والأخبار السارة على وشأ إن أنتوا تخرجوها من حياتكم. ولو عندكم زوج أو أم شريك أو حد من أهل الشريك، ما تدخلوش حد من أهل الشريك في أدق التفاصيل في حياتكم. ليه؟ علشان أدق التفاصيل لما حد من أهل الشريك بيدخل فيها بتلاقوا كده المشاكل. خلوا بالكم من النقطة دي، ودايما اقول العين ما بتحبش تشوف اللي احسن منها، العين ما بتحبش تشوف ان انتوا احسن منها. بتلاقوا دايما في نغزة في القلب وفي حقد، وما تكرروش نفس الغلطة اللي انتوا غلطتوها قبل سابق. وديني بحذركم وافتكروا كلامي كويس جدا، علشان بإذن الله هيكون في اخبار حلوة وخير على حياتكم. الاسبوع اللي جاي ما انصحكمش تاخدوا اي قرارات خالص، لاني هيكون في تقلب المزاج بشكل عام. الست اللي عندكم دي هتيجي وهتتكلم معاكم الاسبوع اللي جاي، وهيبقى في كلام بينكم عايزاكم تخلوا بالكم منها وتكون عينكم عليها، لان هي ممكن يعني تكون تديكم كلام سلبي. بلاش كل كلمه تصدقوها، انتوا الوضع عندكم مش منتظم في اكتر من حاجه، وعشان كده مستعدين لبدايه جديده، والبدايه الجديده دي هتكون جميله جدا، لان هتكون جايه من بعد صبر ايوب في حياتكم. كمان انتوا عندكم كلام يخص ابراج هوائية، يخص حد عندكم في تقلب المزاج، في عدم استقرار، في عدم امور، على الرغم من ان انتوا عندكم مسؤولية بتزيد او عندكم طاقة بتزيد. بس الفترة اللي جاية ابشركم ان انتوا هيكون اول حاجة لقاء مع احد من الاشخاص اللي بينكم وما بينهم عداوة،
هيكون في لقاء وهيبقى فيك امور عندكم، وهيبقى عندكم مبادئ هتمشوا بيها علشان انتوا الزعل اخد وقته في حياتكم. اموركم المهنيه هيبقى فيها تقدم، لان في ورقه هتمضوها، والورقه اللي هتمضيها دي هتكون خير ليكم وهتكون طاقه ايجابيه. انتوا بداتوا تشتغلوا على نفسكم الفتره دي، والشغل اللي على نفسكم ده خير ليكم واستقرار نفسي وجسدي، لاني شفتوا كتير من حياه وشفتوا كتير من الم وشفتوا كتير من ظلم، فحان الوقت ان ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب. الوضع اللي انتوا فيه حاليا هو كرسي ليكم وطاقه ايجابيه وخبر صار متعلق بالنجاح اللي جوه قلبكم اللي انتوا بتفكروا فيه. اكتر من حاجه هتفعلوها، اكتر من حاجه هتديكم طاقه ايجابيه، اكتر من حاجه هيبقى فيها نجاح وهيبقى فيها استقرار. بس دايما اقول خلوا بالكم من نفسكم، لان العيون عليكم ومش سايباكم في حالكم. وزي ما قلت انه في حاجه مش عاجباكم هتحاولوا ان انتوا تحسنوها واحده واحده. كمان انتوا هنا متعرضين لخيانه من الشريك، او متعرضين لخيانه في علاقه، الله اعلم في علاقه من الماضي مأثره عليكم، والعلاقه اللي كانت من الماضي دي اخدت في حياتكم وقت كبير، خلتكم فعلا عانيتوا اشد المعاناه، خلتكم ما بقاش عندكم ثقه في حد، وفي وشوش كتيره جدا بدات تظهر على حقيقتها. المنفصلين زعلانين جدا وبالهم مشغول بحاجات كتيره جدا، وضغطهم عالي طول الوقت بسبب التفكير الزايد عن اللزوم. رغم ان هيكون عندكم استقرار، بس لازم تستقروا انتوا الاول بينكم وما بين نفسكم، لان طول ما انتوا بتفكروا بالطريقة السلبية هتتعبوا جدا. طيب بصفة عامة، البعض منكم عنده ركود، والركود ده لحاجات هو عايزين تحققوها. الحظ من جانبكم والحظ قدامكم، بس عايزاكم تهدوا اعصابكم الفتره دي، لان ايامكم اللي جايه كلها هيكون فيها تحسن، لان هيكون في نجاح وازدهار، وانتوا كمان هيكون في رساله هتفرحكم. الرساله اللي هتفرحكم دي متعلقه بست كبيره في السن. الست كبيره في السن دي دايما بتدعي لكم، ودايما كانت بتحب تصلي وتدعي ليكم، لان هي بتحبكم فعلا قوي، وباين الحب ده يعني باين قوي ليكم، بس انتوا مش حاسين باستقرار، ومش حاسين ان في حد بيجنبكم او حد حابب لكم الخير اللي انتوا مستنينه. كمان فقدتوا الامل او فقدتوا الثقه في ناس كانت ليكم حياه، كانت ليكم ازدهار، كانت ليكم ثقه عاليه في حياتكم، وبداتوا تبعدوا عن اي حد ممكن يعني يحاول ان هو يأذيكم. ربنا معاكم، ما تقلقوش ابدا، لان القلق مخليكم طول الوقت حاسين بحزن. عندكم وثيقه، عندكم صفقه، عندكم امضاء، عندكم حاجه هتبقى تحسن ليكم وهتبقى استقرار نفسي. كمان عايزاكم تحصنوا نفسكم بالمعوزتين، لان الحسد ظاهر على حياتكم. طيب ايه اللي بتحسوا بيه بيخلي عندكم حسد؟ وجع في الجسم، عدم استقرار، تنميل في الجسم، القولون العصبي، او الشكل بدا يدبل يبقى فيه دبلان، وده كله بسبب ان انتم محصورين دايما في الامور السلبيه، فلازم تهدوا اعصابكم خالص. في زياره لعيله، زياره لحد انتوا بتحبوه، زياره لحد هتتكلموا معاه، والزياره دي هتكون ليكم طاقه ايجابيه وفرج وتحسين على جميع الاوضاع. كده نكون خلصنا مجموعه رقم واحد، ونشوف دلوقتي بقى مجموعه رقم اتنين هتقول لنا ايه، وايه اللي هتكون استخارتكم فيها ايه. يلا اصحاب الشمعه الحمراء انزلوا معايا وبانوا كده، وادي حروفكم، ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بأول حرف من اسمكم. هنشوف استخارتكم وهنشوف قراءتكم. بسم الله. سورة يوسف، مجموعة رقم اتنين، انت عندكم اليومين دول سورة يوسف. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في صديق او صاحب، حد يعني من الاصدقاء، شايل همك جدا وبيطبطب عليك قوي وبيحبك فعلا، بس انتوا عايزين تبعدوا عن ناس كتيرة جدا. يعني انتوا بتحاولوا تبعدوا، بتحاولوا ان انتوا يعني تغيروا جو بعيد عن الناس، لدرجة ان انتوا عايزين يعني تعملوا اشياء جديدة. في كذا مرحلة عندكم عايزين تتخطوها، في تجديد عندكم عايزين تطلعوا منه، الله اعلم.
بس بشكل كبير جدا انتوا عندكم لم شمل من بعد اشهر طويلة، من بعد فترة طويلة طبعا محاولات ومفيش فايدة، فيها يبقى في قعدة عتاب، وهتحاولوا ان انتوا تصلحوا العلاقة مع الطرف التاني، وهيبقى في تقوية في العلاقة مرة اخرى. بس في واحدة ست، الست دي بتأذي فيكم. الست دي قصيرة وقمحوية، معاها بنت، البنت دي بتغير منكم، والست دي حاطة عليكم بكل الطرق، وانتوا عرفتوها بشكل كبير الفترة دي. ليه؟ علشان شايفاكم ان انتوا بدأتوا المعاملة بينكم وبينها تتغير، المعاملة بينكم وبينها مش زي الأول، وده بيدل ان انتوا عرفتوها. فكيتوا شراكة بينكم وبين حد، او كان في عمل بينكم وبين حد وفكتوه، او كان في صلة بينكم وبين حد قطعتوها، بسبب ان انتوا شفتوا قد ايه الناس اللي قدامكم على حقيقتها، فعشان كده بدأتوا تتحولوا. انتوا حواليكم ناس كدابة ومنافقة، يعني الناس دي إيه، معرفش هما بيعملوا كده ليه، بس هما فعلا منافقين، وبرضو انتوا عرفتوهم. اصلا انتوا مميزين في كشف الناس اللي حواليكم وبتبعدوا، وعشان كده بدأ يقول لكم مالكم في ايه، بتبعدوا عننا ليه، وانتوا ما بقيتوش تردوا. فعشان كده الفترة التوتر والضغط النفسي ده فترة وهتعدي، وهيبقى فيه امور حلوة. ليه بقى؟ علشان خاطر انتوا بدأت تنسوا، والنسيان في حد ذاته ده طاقة ليكم انتوا او ازدهار، وان شاء الله بإذن الله هتقابلوا الحاجة اللي هيكون في صالحكم انتوا في فترة علاج، لإما انتوا بتتعالجوا من حاجة، لإما في حد عندكم بيتعالج، لإما انتوا في فترة حاجة هتتم على خير، والحاجة اللي هتتم على خير دي هيكون فيها طبطبة وحنان من عند ربنا. في حاجة ناقصاكم، أو في حاجة انتوا مازال بتدوروا عليها، مازال انتوا مستنيينها، في حاجة يعني بالكم مشغول بيها جدا، بس مش عارفين تلاقوا، مش عارفين تبدأوا ازاي. في شوية مسؤوليات زايدة عليكم الفترة دي، أو في يعني انتوا بتتحملوا أكتر من الطاقة بتاعتكم، يعني انتوا الطاقة بتاع المسؤوليات بتاعتكم بتزيد، فانتوا عمالين تتحملوا، فقررتوا ان انتوا بقى تشوفوا حياتكم شوية وتشيلوا حد المسؤولية اللي انتوا شايلينها. ليه؟ علشان انتوا ما بتحبوش التأثير، وزي ما قلت الخوف والتردد اللي مسيطر عليكم الفترة دي هيكون فيه تغيير. انتوا مهمومين وشايلين هم الدنيا، بس لحد امتى؟ اسألوا نفسكم كده، اسألوا لحد امتى هتبقوا شايلين هم الدنيا؟ الحاجة اللي ناقصاكم اشتغلوا عليها عشان تخففوا الوضع التوتر اللي انتوا فيه، وتحاولوا تحلوا المشكلة العاطلة، وفي نفس الوقت في انتصار على اشخاص معينين في قبالكم، وانتوا كمان هتنسحبوا من حياة ناس، خلاص هتقولوا احنا لازم ننسحب من حياتكم، وانتوا طول الوقت عمالين تغزلوا فينا. في شخص في حياتكم قريب منكم وانتوا بتحبوه جدا، لكن انتوا مش عارفين تبدأوا تفتحوا، يعني تبدأوا تتكلموا معاه ازاي، او تفتحوه ازاي في الكلام، تبدأوا معاه ازاي ان انتوا تكلموه، الله اعلم. يعني انتم مش خايفين، بس مش عارفين تفتحوا معاه ازاي الكلام ده. في حد مستلف منكم فلوس، او انتم مستلفين فلوس من حد، في رد سد ديون عندكم بشكل سريع، او في حاجة حد هيقف معاكم وهيساعدكم وهيسد ديونكم، انتم داخل لكم رزق. خلوا بالكم الفترة دي ان انتم داخل لكم رزق حلو، والرزق ده هيكون كبير وهيكون عظيم بكل الاشكال. ليه؟ علشان انتوا زي ما قلت لكم في فترة تحسين على جميع الاوضاع بتاعتكم، او بمعنى اصح على اوضاع معينة انتوا هتساعدوا نفسكم ان انتوا تتخطوا اي مشكلة بتحسوا بيها. انتوا دايما عايزين الشعور ان انتوا تكونوا مطمنين، يعني انتوا ممكن تكون مع الشريك بتاعكم مش مطمنين، مع الشريك بتاعكم حاسين انه في امور مختلفة، وعشان كده الفترة دي
انتوا هتحاولوا تحولوا مرحلة الحزن والمرحلة الصعبة اللي عندكم لفترة تغيير جذري، والتغيير الجذري ده هيكون بشكل سلام وهيكون بشكل فترة إيجابية، ما تقلقوش من خالص. أنا شايفة لكم القلق والتوتر والحيرة بدأ ياكل وشكم، وبدأتوا يعني تتنازلوا عن حاجات كتيرة جدا من كرمال ان انتوا تعيشوا او تعدوا، وده اكبر غلط. طيب هنقول انتوا محسودين على ايه؟ على الأناقة، على الرشاقة، على خفة الدم، على عيونكم الجميلة، وبيقولوا لكم في وشكم، وانا قلت لكم قبل كده ما شاء الله عليكم انتوا بتجيبوا لبسكم منين، ما شاء الله عليكم انتوا طول الوقت شغالين ومش تعبانين، صح الكلام ده بيتقال ولا ما بيتقالش؟ فلازم تخلوا بالكم، علشان زي ما في عين بتحب في عينين بتكره، وده بيخليكم بنتوا بتمروا بفترة صعبة، وعشان كده ربنا بقدر المستطاع هيقف معاكم في الوقت اللي انتوا هتحسوا ان فعلا مفيش حد واقف معاكم. فيعني حاولوا ان انتوا تحسنوا من طاقة الحسد الشديدة. مين بقى الناس اللي مقربين من العيلة اللي هم اكلوا حقكم ولما حصل مواجهة قالوا احنا ما عملناش حاجة، احنا ما فيش حاجة حصلت؟ طب انتوا عارفين ان في يوم من الايام ربنا هيجيب لكم حقكم؟ اي نعم انتوا ما بتحبوش تشمتوا في حد، بس هتحسوا قد ايه ان ربنا ده حنين جدا عليكم. الفترة دي الوضع معاكم مش مستقر تماما خالص، فترة غريبة ومتعبة، وفي بعض التناقض بينك وما بين حد، أو بينك وما بين حد في مجال العمل. وسألتوا نفسكم سؤال، أو بتقولوا لربنا يا رب أنا في مطرح ما أحط رجلي، أو مطرح ما أكون بلاقي ناس ما بتحبنيش، سبب يعني انتوا هتلاقوا كده شوية هدوء، وبعدين هتبدأوا تسرحوا وهتلاقوا الإجابة اللي انتوا محتاجينها. انتوا بحاجة حاليا لحد يحس بيكم، عندكم فراغ، عايزين حد يملي الفراغ ده ويطبطب على قلبكم ويطبطب على حياتكم. والصراع اللي انتوا بتعيشوا فيه دي هتكون فترة، وبعد كده هيكون فيه تغيير وهيبقى فيه تحسين على اوضاع شغلة بالكم. ليه؟ علشان انتوا فعلا حاليا فاقدين حاجات، فربنا هيبشركم بحيث لا تحتسب. كمان انتوا هنا الفترة دي صعبة، الفترة دي مرهقة، الفترة دي انتوا تعبانين فيها، بس ان شاء الله بإذن الله ربنا هيجعل لكم في كل خطوة سلامة، وهيجعل لكم التبشرات الحلوة اللي انتوا هتكونوا محتاجينها. ودايما اقول ان انتوا ما تزعلوش على حد، وما تزعلوش على الناس اللي قصرت في حقكم رغم ان انتوا كنتوا كويسين معاها، بالعكس انتوا هيبقى في امور تجديد. عندكم واحدة ست، الست دي بيضة وقصيرة وبتشتكي من مرض، الست دي بتحبكم جدا جدا ودايما بتظهر لكم، هي عايزه مصلحتكم، بس انتوا بسبب توتركم وبسبب ان انتوا عايزين تقعدوا لوحدكم في مشاكل سلبيه مأثره عليكم مخلياكم ساكتين. انتوا عندكم وقف حال، وقف الحال ده او نفور من الزواج او نفور من الشريك، رغم ان انتوا واضحين جدا، لكن الظروف ماشيه معاكم بالعكس. فهتكون في رساله حلوه، الرساله دي هتطمنكم، او هتكون طبطبة من عند ربنا، او في نفس الوقت ممكن تكون رسالة عن الحاجة اللي انتوا فاقدينها، او الحاجة اللي غايبة عنكم. انتوا ما تعرفوش ان ربنا شايل لكم حاجات كتيرة جدا، الناس دايما شايفاكم مبسوطين ومفرحانين، فبيقولوا دول ما عندهمش مشاكل زينا، رغم ان هم لو عاشوا مكانكم يوم والله هيقولوا الحمد لله. وزي ما بيقولوا لما بتشوفوا بلاوي الناس بتهون عليكم بلوتكم، او لما بتشوفوا بلاوي الناس اللي حواليكم بتقولوا الحمد لله ده ربنا مخفف عننا حاجات كتيرة جدا. وانتوا من النوع اللي هو بتتحسسوا جدا باللي قدامكم، بتزعلوا على زعل اللي قدامكم وتفرحوا الفرح اللي قدامكم، وعشان كده شايفين نفسكم ان انتوا شايلين مسؤوليات كتيرة جدا، فلازم ان انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه، وما تخلوش اي حد يؤثر عليكم او يسيطر عليكم. في رزق وفي خير في طريقكم مع بداية الايام اللي جاية، وان شاء الله بإذن الله هيكون في تقارب من مجالكم اللي انتوا عايزينه توصلوا ليه. وخلي بالكم في حد عايز هنا يعني ايه، هو بيراقبكم على السوشيال ميديا، عايز يبعت لكم طلب صداقة، عايز يكلمكم، عايز يفتح معاكم موضوع، بس مش عارف يبدأ ازاي، خايف، عشان انتوا ما شاء الله عليكم وقت الحاجة اللي ما بتكونوش عايزينها بتكونوا ردة فعلكم قاسية شوية.
فعشان كده انتوا ساكتين، يعني هو ساكت ومش عارف يتكلم، وانتوا بعد ايام معدودة هيتواصل معاكم برضو عشان هيحس ان هو خلاص هو تعب بقى عايز يتكلم معاكم، وانتوا مش فاتحين الطريق ولا فاتحين اي حاجة، وما بتدوش اي يعني انتوا ما بتدوش اي حد يعني اللي هو ايه يفتح معاكم مجال في اي حاجة انتوا مش محتاجينها، ودي بيخلي الشخص اللي قدامكم بيقول لا انا ابعد احسن ما ايه احسن ما اتعب، او احسن ما هم ادخل معاهم في علاقة فاتعب نفسيا. فعشان كده كل الناس اللي بتقرب منكم بتاخد القرار البعد، بس الشخص المناسب هو اللي هيصمم ان هو يكمل العلاقة دي حتى لو اتظلم. انتوا اتظلمتوا وما خدتوش حقكم من الناس، وعشان كده ربنا هيعوضكم. كمان في خطوة جديدة بخصوص العلاقة العاطفية، بس بلاش المجوزة، بلاش ان انتوا تتجاوزوا حاجات كتيرة جدا وتتخطوا، انتوا بدأتوا تفكروا بعقل. في حاجة ندمانين عليها ضاعت من ايدكم في يوم من الايام، زعلتوا شوية وسألتوا وقلتوا هي ليه الحاجة دي ضاعت مننا، رغم ان احنا فعلا ما كناش نتوقع ان الحاجة دي في يوم من الايام تضيع مننا. فانتوا الفترة دي هي فترتكم، انتوا لازم بأسرع وقت تبعدوا عن التراكمات اللي مأثرة عليكم، تبعدوا عن أي حاجة ملخبطة معاكم، أو أي حاجة بمعنى أصح مخلياكم انتوا بتعانوا من الأشخاص اللي واخدة الطاقة بتاعتكم. فترتكم هي فترة التحسنات ليكم، هي فترة ان انتوا ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب، والأوضاع معاكم هتبدأ تاخد جذر كتير، أو هتبدأ بمعنى أصح الوضع معاكم يكون فيه تحسن. في رسالة، الرسالة دي هيكون فيها كده بعض الرومانسية، وبشكل عام هتحققوا الأمنية وبعض النجاحات على جميع المستوى الشخصي، علشان في تطورات تخصكم انتوا شخصيا، وتأكدوا دايما ان ربنا واقف معاكم وان هو فعلا هيحميكم وانتوا مش حاسين. كمان انتوا بتتعاملوا مع بعض الناس بوضوح جدا، حياتكم واضحة مثل الشمس بالظبط. الفترة اللي جاية هيكون في وضوح اكتر، وهيبقى في حاجة حلوة هتبشركم بالخير، لإما نصرة لإما انفراجات لإما تغيير الله اعلم، بس هيبقى فعلا في حاجة هتبشركم بالخير. كمان انتوا عندكم خطوة بخصوص محكمة، في شخص خدعكم كان مقرب منكم، وزي ما قلت لكم الشخص ده وقع من عليه ظلم ليكم واخد منكم حاجات كتيرة جدا، فربنا هيعوضكم عن الفلوس او عن النقلة اللي انتم مستنيينها. في اشخاص بتستغلكم، احذروا منهم وحاولوا ان انتم تتخلصوا من اي او من مشكلة او من اي مشاكل مؤثرة عليكم، وخدوا بالكم واحذروا من الناس اللي داخلين وخارجين على بيتكم الفترة دي، يعني لو في ناس بتدخل وتطلع من بيتكم خدوا بالكم منها، من الناس اللي الفترة دي بالاخص. ليه؟ علشان ما تحسوش ان انتوا خلاص. رغم العصبية، رغم ان انتوا لما بتهدوا بتكونوا حاجة حلوة جدا، والناس بتحب تتكلم معاكم، بتحب ان هي تقرب منكم، وعشان كده هتحرروا نفسكم زي ما قلت لكم من التقيد، وهيبقى في اسمة جديدة، والاسمة دي هتكونوا انتوا واضحة جدا في التعامل مع الاخرين. في كذا خير هتعملوه، او في كذا عمل انساني انتوا هتعملوه الفترة دي، وبرضه هيكون في امور تجديد ما شاء الله عليكم. ده هي الفترة دي فعلا فترة حلوة ليكم، بس اللي انتوا مش عايزين يعني تفهموها كده، انتوا حاسين انه في ضغوط وفي سلبيات، لا رغم ان قد ما في هموم وسلبيات، رغم ان انتوا عندكم بداية من اول السطر، او عندكم نقط هتحطوها على حروف ضيعة، وهيكون عندكم طريق ماشيين فيه خير، ممكن تكون بدايته صعبة بس نهايته جبر من عند ربنا. واخيرا هتحسوا ان الضحكة بدأت تعود عليكم تاني، بدأت ان انتوا تحسوا قد ايه ان ربنا هيبشركم، ليكم فلوس عند حد، والفلوس ده عمالين كل ما تتصلوا بالشخص ده ما بيردش عليكم، كل ما بتحاولوا تتواصلوا مع الشخص ده مش معبركم، هتقابلوه صدفة ومش هتمشوا غير لما تاخدوا حقكم، هتعملوا بقى تتشقلبوا تروحوا وتيجوا بس هتاخدوا حقكم، وهتقولوا له انت لو ما جبتش حقنا دلوقتي احنا يعني هنعمل حاجات كتير.
اكتر ناس انتوا ساكتين ومتحملين حاجات محدش فعلا يستحملها، وده ذكرته في البداية. ممكن تستحملوا طاقات كل الناس اللي حواليكم وما تتكلموش او تفتحوا اي حاجة، وعشان كده هيكون خطوتكم سريعة وهيكون هدفكم حلمكم يعني قريب جدا منكم. ولو انتوا عندكم تعبان من وقت للتاني، التعبان ده بتلاقيه كده بيتبدل ألوانه بيتبدل أشكاله، انتوا مش هتقطعوا راسه، انتوا هتموتوه. ليه هتموتوه بقى؟ علشان في حد هيكشفه لكم، في حد هيجي يقول لكم خلوا بالكم من الشخص ده عشان الشخص ده منافق، الشخص ده كذاب وقال عليكم حاجات، هيقول لكم قال عليكم 1 2 3 4. ونصيحتي ليكم ان انتوا ما تسمعوش كلام حد وما ترموش ودنكم لحد، ولو عندكم حد متسلط او حد بيرمي ودنه للاهل او لناس حاولوا ان انتوا تقولوا له ده غلط، او انتوا ممكن تكونوا بتعانوا من الشريك او بتعانوا من حد متسلط يعني بيسمع بيرمي ودنه، اذا كانت لام او اذا كان لامه او اذا كان لاخته او لحد يعني بيرمي ودنه، وانتوا طبعا الوضع ده مش عاجبكم ما بتحبوش كده، بتقولوا له الغلط غلط. احنا عايزين التعامل يكون بشكل ايجابي، اما خوفكم من الناس والعزله دي لا غلط، اطلعوا جددوا اعملوا حاجات جديده، استقروا بنفسكم، حاولوا ان انتوا تشتغلوا، حاولوا ان انتوا تعافروا، حاولوا ان انتوا تعملوا حاجات جديده. ليه؟ علشان الحاجات السلبيه لما بتتراكم عندكم بتخليكم انتوا تنعزلوا في فتره منعزله تاما عن الناس، ولما بتنعزلوا بتلاقوا نفسكم اللي بتناموا بتصحوا فيه، وده بيكون اكبر غلط انتوا بتعملوه الفتره دي. لازم تطلعوا ولازم تعافروا ولازم تشوفوا ايه التعامل اللي انتوا ممكن تتعاملوا فيه علشان التأثيرات السلبية ما تأثرش عليكم او ما تضغطش عليكم. الفترة دي انتوا عايزين توصلوا لحاجة، والحاجة اللي عايزين توصلوها دي هتكون خير ليكم. في حد انتوا بتدعوا عليه لانه هو ظلمكم وكسر بقلبكم في مرة من في فترة من الفترات، لكن انتوا طاقتكم روحانية وفيها حاجات كتيرة جدا ايجابية. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم نصرة حلوة، وهيكون وراها انفراجات، في خبر هيفرحكم وهيخلي عندكم شهرة نجاح تقدم ازدهار حلو، حاجة حلوة جدا. في مشروع انتوا بتفكروا فيه، مشروع جديد او فرصة جديدة او في ابداع على حياتكم. اي نعم انتوا حاليا مش قادرين ترتاحوا شويه من كتر التفكير اللي عليكم، لكن في امر متعلق باشتياق ولهفه ليكم، في تواصل مع حد الفتره دي وهتبقوا مستنيين التواصل ده من زمان، في اعجاب وفي تبادل او في ظهور شخص ليكم، وهيبقى في كلام رومانسي وفي حياه من الحب. انتوا هنا مستنيين اي حاجه تفرحكم، مستنيين اي حاجة تديكم طاقة ايجابية، في هدية من حد او انتوا مستنيين هدية من حد، في موضوع هدايا عندكم الفترة دي او انتوا جات لكم هدية بسطتكم قوي. كمان في مكالمة غايب عندكم او في حد هيكلمكم، لان انتوا في خطوة هتاخدوها الفترة دي، وزي ما قلت في خطوبة هتتم او حاجة بمنصب حلو. كمان انتوا هنا على يقين ان في نهاية انتوا هترتاحوا منها قريب جدا جدا، هتمشي كل حاجة زي ما انتم عايزين. اولا انقلاب السحر على الساحر، ودي هتكون خطوة ليكم جديدة، لان هيكون في عتبة هتتغير براحة، في خسارة كمان لحد عندكم او في حد هيخسر وهترتاح. مش انتوا ما بتحبوش الشماتة بس، لكن هتعرفوا ان ربنا كان كريم عليكم. طيب انتوا تعشمتوا في حد والحد اللي تعشمتوا فيه ده ظلمكم قوي، وزعلتوا في يوم من الايام اني تعشمتوا في يوم من الايام عشم زيادة وزعلتوا نفسيا، فياريت اعصابكم تكون هادية. العلاقة اللي بينكم ما بين حد وفي خلافات ومشاكل وزعل، العلاقة هترجع من تاني وهيبقى فيه امور حلوه جدا جدا، لان حياتكم هيبقى فيها تحسن. كمان انتوا وقفتوا باب ان حد يدخل في حياتكم تاني، وباب حد يعني يفتح معاكم مواضيع وحد يتكلم معاكم، خلاص بداتوا تحسوا ان انتوا متراقبين
وعشان انتوا حاسين ان انتوا متراقبين بداتوا تنفروا، ما بقيتوش تعدوا، ما بقيتوش تتكلموا، بداتوا تخبوا، بداتوا تداروا، بداتوا تبعدوا عن اي حد ممكن يفكر في يوم من الايام يأذيكم. فالوضع اللي انتوا فيه بسم الله ما شاء الله عليكم في تحسن وفي ازدهار وفي ثقه بالنفس، والثقه اللي بالنفس دي خير ليكم وازدهار نفسي وجسدي وراحه حلوه. فكمان معلوماتكم اللي في دماغكم اللي عماله تشتغل ليكم دي بتوديكم لبر جديد، بس اهدوا شويه عن التفكير، التفكير الزايد بيخلي حياتكم تعبانه شويه. وعشان كده انتوا الوضع اللي انتوا فيه دايما اقول ان هو وضع حساس، وضع فيه لخبطه، وضع فيه عدم استقرار بحياتكم النفسيه والجسديه، بس ما تعرفوش ان يعني انتوا عارفين ومتاكدين ان كل نهاية بتبقى بداية لحاجة تانية، بتبقى بداية لطاقة جديدة، لأمور مختلفة، لأمور مستجدة على جميع الأوضاع بتاعتكم. فدايما أقول أعصابكم طول ما هي هادية طول ما هيبقى فيه خير ليكم وإزدهار. انتوا رميتوا وطول ما رميتوا حياتكم هيبقى فيه خير خلال كام يوم بالظبط. هيبقى فيه خبرين، الخبرين متعلقين بأمور مستجدة ليكم، لأن عندكم حق هيرجع الفترة دي، والحق اللي هيرجع ده بسم الله ما شاء الله عليكم هيكون حق حلو قوي ليكم، وهيكون أخبار وانطلاقة جديدة متعلقة بالأوضاع بتاعتكم. في حيرة وقلق باين عليكم قوي او بيزيد عليكم الفترة دي، لان انتوا مش لاقيين حل او مش لاقيين حاجة تعرفوا تحلوا بيها الموضوع ده، والقلق والتوتر اللي عندكم ده مؤدي لكم من العصبية، ومؤدي لكم ان انتوا تقطعوا علاقتكم باي حد. في امور هترجع لمجاريها تاني من بعد نهاية علاقة او نهاية شراكة او نهاية شغل، في احداث جديدة الفترة دي. كمان البعض منكم مطعون طعنة، الطعنة دي كانت من الشريك او من اهل بيتكم، اهل البيت اللي كنتوا بتقولوا عليهم حبايب، اللي هو ام اب اخت اهل البيت. انتوا الفترة دي عندكم وسواس، والوسواس ده عالي قوي في حياتكم بشكل كبير جدا، عالي جدا جدا، ومخليكم حيرانين وخايفين جدا من بعض الامور اللي عندكم. فطول ما اعصابكم هادية طول ما انتوا هتخرجوا من الامور دي. في حد عندكم يعني الحد ده بيحارب، او الحد ده في صراع ومفيش اي استكمال عنده، يعني في حد عندكم تعبان، تعبان قوي، بيعاني من حاجات كتيرة جدا، اذا كانت حياة عاطفية، بيعيش ايام مش عاجباه خالص، اموره متلخبطة، في طاقات خلصت عنده، امور من الالم على حياته الله اعلم. لكن فعلا الحد ده بيتألم قوي، وانتوا عارفينه وعايزين تساعدوه، بس مش فايتكم حاجة، لان هو يعني انتوا حذرتوه من الطريق اللي هو بيمشي فيه، قلت له ده غلط، ده ما ينفعش، ما تعملوش كده، وما حد ما سمعش كلامه، يعني هو ما سمعش الكلام، فانتوا مش عارفين بقى تعملوا له ايه. اغلبكم بيمر بضيق اليومين دول، اغلبكم بيمر بخنقه وعدم استقرار وكركبه مع الشريك، عاملين زي الموجه يمين وشمال، لخبطه وحيره. طيب انتوا بتقولوا ان الحظ بتاعكم مش جاي معاكم، او الحظ بتاعكم مش موفق معاكم للاستقرار اللي عندكم، وانتوا حاليا مش مجبرين ان انتوا تكونوا في مكان مش عاجبكم، او مش مجبرين ان انتوا تكونوا في ارض او في اوضاع او زي ما يكون اللي انتوا فيه في حاجة مش عاجباكم. لازم تبعدوا عن اي امور متلخبطة معاكم، اي طاقة مقصرة، اي كلام وجعكم، اي امور مختلفة معاكم، اي وضع بتاعكم ما فيهوش تحسن، امشوا او ابعدوا، لان انتوا بتتاثروا جدا بالناس اللي حواليكم، والتاثير ده بيأثر عليكم قوي. بسم الله كمان ما شاء الله عليكم
هنا انتوا الفترة دي متجاهلين ناس كتيرة جدا في حياتكم. التجاهل اللي عندكم ده يعني بتتجاهلوا، وفي شخصيات انتوا بتطنشوها، لكن انتوا دايما مظلومين في الحب. الحب عندكم مظلومين فيه بطريقة رهيبة. طيب البعض منكم هنا يعني ندمان انه كان بيتعامل بتلقائية او بيتعامل بطيبة، لان انتوا دايما بتدفعوا تمن نيتكم البيضة، دايما كنتوا بتدفعوا تمن كل حاجة فيها، انتوا كنتوا واضحين. اكبر غلط ان انتوا طول الوقت تفضلوا تدوا، تفضلوا مع الناس اللي حواليكم، تفضلوا تعفروا، تفضلوا تجاهدوا، تفضلوا مع الناس اللي هي بامر كبير عماله تاذي فيكم. ده اكبر غلط انتوا بتعملوه. فيا ريت يا ريت تخلوا بالكم من نفسكم، ودايما طول ما انتوا بتخلوا بالكم من نفسكم طول ما انتوا هيكون في استقرار وعدم طاقات سلبيه مأثره عليكم. في هنا بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طرف تاني هيخرج، والطرف التاني ده هيكون لكم انتوا علاقه بيه. العلاقه دي كانت يعني مش ارتباط، بس كان ارتباط في العيله، ارتباط في حياتكم انتوا، مش ارتباط في الناحيه العاطفيه، او ليكم علاقه بيه. اتخذلتوا منه، اتخنتوا منه، اتصدمتوا صدمه كبيره جدا من الشخص ده، وما توقعتوش ان هو يعمل فيكم كده، او بمعنى اصح ما توقعتوش ان الشخص ان انتوا تكون نهايتكم مع الشخص ده كده، وعشان كده قررتوا البعد والانفصال عنه. نكون خلصنا مجموعة رقم 2، ويا رب تكون الطاقة الإيجابية وتكون عجبتكم قراءتكم النهاردة، وانتظروا مني قراءات كتيرة الفترة اللي جاية. تحياتي لكم، واتمنى لكم كل ما هو جميل.